طاجن السمك مع الزيتون الاحمر، الزيتون الاسود والاخضر. عندي سمك فيليه، توم، كزبره خضره، بصل وطماطم وفلفل الوان، بقدونس، هريسه، عصير ليمون، بابريكا، كمون، عندي زنجبيل باودر، ورق لورو، زيتون مخلل، زيتون مخلل. طيب اعمل ايه؟ انزل كده الاول، طالما هستخدم زيت زيتون وبانزل ايه معايا اهو كده بقى يا سيدي. نقوم بقى ايه، نروح جايبين السمك ده قطع كبيرة، كده هنا شوية كمون، زنجبيل، شوية شطة، بابريكا قصدي اقول، كده اهو، كده هنا شوية ليمون زي ما حضرتك كده شايفين اهو. انزل بقى هنا كده الحبشتة كان كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، صل على النبي. طيب كده هنا ادي زيتون اهو. يعني انا محتاج احط ملح بسيط اهو، مش كتير. وادي شويه فلفل اسود، ادي هريسه اهو. دايما ببقى حريص جدا في الملح لما يكون عندي زيتون او مخللات في السمك بتاعي. ادي الطاجن بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ده طاجن السمك بتاعي بالزيتون. طيب